بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بيكم، حلقة جديدة جميلة، حلقة من حلقات في الحجرات، أطهر الحجرات، أنقى الحجرات، الحجرات النورانية، الحجرات اللي كلها سكينة مودة ورحمة وفضل وإحسان. خلينا النهاردة نتكلم عن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع مين؟ مع بنته. قبل ما نتكلم عن السيدة فاطمة وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كأب، بقى هنتكلم النهاردة النبي كأب مع ابنته فاطمة. تعال نقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هو الحديث؟ لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. عارفين لا تكرهوا البنات ليه؟ اصل هم كان جاي النبي عليه الصلاة والسلام في فترة زمنية كلها كان وقد البنات، والبنات اللي يخلي البنت سود وجهه وهو قزيم كأن نهاية العالم. أما جاء الإسلام غير النظرة دي للبنات. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له، الحديث كلنا عارفين، من كان له 3 بنات فأحسن رباية، كنا له وجاء. فقال له أو الاثنتين يا رسول الله، قال اثنتين. حتى راوي الحديث بيقول لو كانت سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو واحدة فلو واحدة. الشاهد البنت ريحانة الدار، البنت في قلب البيت، وهي كان بيسميها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعالوا بقى نشوف كان بيقول للسيدة فاطمة إيه؟ اهلا بام ابيها. ولما كان يعرف فاطمه يعني حد مدي ظهره للباب والنبي عليه السلام يهش ويبش ويقوم، يعرف انه فاطمه جت. لما تيجي بنته يقوم لها ويسلم عليها ويهش لها، ثم يقبلها بين جنبيها هنا في جبينها، ثم يجلسها على قدم الشريفه صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى اما نتخيل حال بيت النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع السيده فاطمه. السيده فاطمه يعني لها مواقف كتير مع النبي عليه الصلاه والسلام. كانت يعني قبل ما الهجره كانت في صحن الكعبه وشافت الاذى محطوط والجزور محطوط على يعني ظهر النبي وهو يسجد في صحن الكعبه، بكت. قال لا تبكي، ان الله ناصر اباكي، لا تبكي. السيدة فاطمة لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحجرات الجميلة برضو نتكلم عنها، حجر سيدنا علي يعني، لما زوجها لابن عمها سيدنا علي، أنهي حجر؟ شكل الحجرة إيه؟ بساطة. أنا شايفة السهولة في قلب الحجرة. أدي الفراش، وتزوجها التمس لو خاتم من حديد، يبقى دي السنة. وبعدين سيدنا علي جاب درع عنده وقام جاي باعه وجابه والتمس خاتم من حديد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحدثوا شيئا حتى أتيكم، ودعا بهم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. موقف تاني للنبي الأب. النبي الأب والنبي الحما، ما هو يبقى حما مين؟ حما سيدنا علي، وسيدنا علي ابن عمه هو اللي مربيه، هو خده غلام يربيه لكرمال مين؟ لعمه اللي خده ورباه وهو صغير. فخد لما كبر الرسول عليه السلام خد سيدنا علي وربيه وكفله، زوجوا ابنته. وبعدين بعد ما زوجوا ابنته ايه اللي حصل؟ قال لهم لا تحدثوا شيء. تعالوا شوفوا بقى انا اتعامل معاك كحما واتعامل معاك كأب. دخل، اين علي يا فاطمه؟ صلى الله عليه وسلم. قالت هو في المسجد. في وقت المفروض طبعا انتوا عارفين المكه بتبقى حر، ويعني الظهر ده حاجه، فيروح المسجد في وقت زي ده يبقى فيه مشكله. دخل على سيدنا علي في المسجد، لقى ايه؟ لقى رائد كده في التراب. قال له قم يا ابا تراب. نفض له التراب وخده ودخل ولا اي حاجه حصلت. ده الايه؟ ده الاب. ويجي يوصي السيده فاطمه على زوجها بايه؟ ابن عمك. يوصي السيده فاطمه على زوجها بهذا الامر. انا عايزه اقول ان لما يبقى الاب اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام، واحنا هو اسوه احنا نقتدي بيه، وانا تجيلي بنت غضبانه، انا عندي 3 خطوات لازم اخلي بالي منها جدا، وخلوا بالكم من الخطوات دي. لما تجيلي بنت غضبانه من زوجها اعمل ايه؟ اسمع. وبعدين اعمل ايه؟ اروح اطيب خاطر الزوج. عايزين هم بقى يكملوا، يعني سؤال، هم عايزين يحكوا ونشوف مين الصح واخد لك حقك؟ تمام. ساعات الامر ما بيبقاش محتاج اكتر ان احنا نرضيه، ويشيلها الزوج جدا لحماه، يقول بصوا حمايا جه ورضاني وكلمني وجه لبنته ووصاه عليا. على فكره ساعات ما بيبقاش الموضوع، مش شرط يقول المشكله، وساعات تتقال المشكله. ايه الحل؟ حصل كذا وانت كذا، ولو هي غلطانه هنكلمها بعد زوجها ما، وانت خلي بالك، ويبقى حكم عدل. دايما لما بنقول ان الحما او ابو البنت بالذات، انت ليه خلي بالك حاجتين. اول حاجه اسمع، تاني حاجة راضي الزوج، والحاجة الثالثة اللي احنا نتميز بها كمسلمين
نوايانا في الرجوع. احنا اما بنقعد جلسه صلح، مش عايزه اقول لكم الجلسه بتبقى عامله ازاي، بالثلاث ساعات ثلاث ودول يقولوا، وبعدين دول يطلعوا يردوا على دول، وبعدين بقى دول ثلاث ساعات عشان تسمع، وبعدين نخلص ونحكم، ولو في حد عاقل يعني الدنيا بتخلص سريعا. الجزء اللي يعنينا احنا نقول جلسات الصلح دي، واحد اتنين تلاتة امين يا ابني تمام، واحد اتنين تلاتة خلاص يا بنت نقرا الفاتحه على كده تمام. لكن الحاجة اللي أنا عايزة أصلها النهاردة في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله كأب مع السيدة فاطمة إيه؟ نأصل حتة النوايا. حتة النوايا والتذكير بيها إحنا كمسلمين نتميز بيها عن غيرنا. تعالوا أشرح لكم حتة النوايا. هو أنت متجوزة ليه؟ أه بحبه. أه تمام أوكي ما حلو، ده شيء مطلوب، حب زوجك و... إيه كمان؟ مفيش غلط. طب انت صالحه وكويسه وبعدين وافقوا علي وايه؟ ايه ده انت عايزين ولا 50 نيه في موضوع الزواج ده ليه؟ اصل احنا عايشين مع بعض 50 سنه، مش بنتجوز عشان نتطلق بعد شهر، مش بنتجوز علشان بعد 40 يوم ده جاي لنا بصي وعملت تحليل حمل وعرفوه عشان بس يعرف انها طلع حامل من بيته. مش بنعمل عشان كده، لا بنقتدي وبنعمل برنامج الحلقات ده عشان تبقى البيوت ادي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. بنعمل الحلقات دي، ادي شفتوا الحجرات عامله ازاي، احنا عايزين نقتدي بيها. ايه النوايا دي؟ النوايا انا متزوجاك حسبه لله، بيت مسلم، سكينه، وده اصل بنتجوز والله مش عشان نخلف، احنا بنتجوز عشان يبقى في سكينه وموده ورحمه. بنتجوز علشان انا وانت معا في الدنيا ومعا الى الجنان. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من افضل ما يكون. ادعوكم لمتابعه حلقات في الحجرات للنبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف عمل إيه. حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.